في وقت كانت تطلع على اللبنانيين عبر شاشة التلفزيون كانت تأثر عيون وقلوب كتار، بس هو يلي شافه على الشاشة قدر لوحده ودونا عن غيره من باقي الناس انه يأثر لقلبه وعقله. المذيعة الحلوة والذكية تحولت بالعام 2003 لست البيت صغرتي والعريق بالسياسة ولزوجة البيك يلي بيحلفوا باسمه كل اهالي منطقته. ومش بس هيك، مع اعلان ولادة حزب المرضى تحولت لقائدة بخط سياسي مقتنعة فيه ومكملة للدور السياسي يلي بيأديه زوجها. بتهتم بالشؤون الاجتماعية وبارزة بقوة على ساحتين صغرتوية واللبنانية. واذا كانت السياسة قاسية وصعبة وما بترحم، وجودها هو اللي بيطري هالقساوي وابتسامتها بتكسر من حدة الانقسام. هي وحده هو قوي، وهن مع بعضهم بشكل ثنائي شاب بالسياسة اللبنانية ديناميكي بينبض بالحياة والتجديد. ونحن اليوم بصباح المدى بشرفنا انه نفتتح معها هالحلقة الخاصة بعيد الحب لنحكي عن حبهم يلي صمد بوجه تحديات كتيرة، وعن هالمرأة يلي ما اكتفت انها تكون زوجة البيك وتكمله مش فقط كمرأة ورجل، بل ايضا كرجل سياسي وكسيدة ناشطة ونشيطة بمجتمعها. ريما سليمان فرنجية، صباح المدى وهابي فالنتاين. صباح المدى، صباح النور لإليك ولكل يلي عم يسمعونا، وميرسي كتير على هالمقدمة الحلوة وعلى صوتك الحلو. ميرسي لإليك، يعني نحن محظوظين كتير اليوم انه عم نسمع صوتك عبر صباح المدى وصوت المدى، وعن جد عنا شرف استضافتك معنا. كلك ذوق، ثانك يو. بداية يعني سليمان وريما فرنجية، حضوركم متميز كثنائي مثل ما قلت شاب ونشيط، خصوصا انه بتدعمي مسيرة زوجك السياسية عبر الاهتمام كمان بشيء كتير مهم هو الشيء الاجتماعي. هذا الخيار يلي اخذتيه بالانخراط مع سليمان بيك والوقوف لجانبه، كيف اشتغلت على تحقيقه ريما فرنجية، وشو الخطوات يلي بتقومي فيها لتدعمي مسيرته؟ إن استعملت كلمة خيار، وهي هيك يعني لما بتاخدي خيار انك تتزوجي شخص وتعيشي حياة انت وياه تكملوها سوا، بتصير بنمط حياتنا شغلي منه مثل وظيفة يعني بقوم في دوام في شيء معين لازم قوم فيه، لا بتصير اكتر مثل نمط حياة، بتصير جو عيشتي. يعني انا هالإنسان اللي بحبه بحب له أفكاره، بصير بحب منطقته، بحب كل الناس اللي بحبوه، مجموعته، بتصير مشاكلهم هي مشاكلي، أحلامهم أحلامي، يعني كل شيء هني بحسوا فيه نقطة ضعف عندهم بحسوا أنا كمان، وبدوري شو قادرة ساهم وساعد لحتى نقدر نكون نكمل سوا. هيك انا بوقف حد، وهيك بنظر لوقفتي حد سليمان وللشغل يلي بقوم فيه. مع انه في كتير مثلا سيدات لرجال سياسي ما كتير بيعنيهم هيدا الموضوع انه يكونوا ناشطين كمان يعني الى جانب زوجهم. لا انا بالعكس كتير، اول شيء يعني انا وسليمان يعني كوبل، بس يعني منكون مثل فريق عمل مع بعضنا. في ثقة كتير كبيرة بين بعضنا اكيد اجت مع الوقت. أنا بطبعي عندي حماس كتير بقلبي، يعني أنا من وقت خلصت الجامعة اشتغلت تلفزيون، والتلفزيون فيه تعب، فيه أوقات، فيه سهر، فيك تشتغلي، لازم تشتغلي أيام بالأعياد بالويك أند، فمعودة على الشغل القاسي، وبطريقة غير مباشرة كان يتعاطى مع الناس بس من بعيد لبعيد. هلأ صار شغلي مع الناس على الأرض، صار فيه واقعية أكتر. ريما، تعتبري اذا ضحيتي مثلا بالكاريير يلي كنت عم تبنيها بالتلفزيون ولا توقفي حد سليمان فرنجية؟ لا، نشكر الله، يعني هيدا السؤال دايما بنسأل، لانه في كتار بينجبروا يوقفوا شغلهم الاعلامي وبيعملوا مثل احباط، لانه بتعرفي الكاميرا والاعلام الاضواء ايام بتصير تبهر مثل شيء انت مدمنة عليه، اذا بتنجبري توقفي بيعمل احباط. لا، كتر خير الله، كتر خير الله، يعني ولا يوم ندمت، لانه فعلا وقفت بقناعة انه كنت خلص يلي عملته كتير حلو، ولقيت وصلت لمطرح انه خلص صار شيء يعيد حاله. هلأ بشغل بلاقي انه صار في تحدي اكتر، لانه صرت
مع الناس على الأرض، في واقعية أكتر، حقيقة أكتر. عم بتعملي، عم بتساعدي أشخاص، عم بتفوتي على بيوتهم، على عقولهم، على مستقبلهم، على حياتهم. لا مرتاحة كتير الحمد لله بهذا الشغل اللي عم بعمله. يعني على نقطة إنه كيف بحب إنه يعني شغله هذا ماشي، يعني مثل ما قلت لك شغله بصير شغلي وهمومه همومي. بتنسقوا سوا يعني على طول، في حديث بيناتكم، في عمل مشترك، في يمكن بلان بتناقشوه سوا كثير كل الوقت. وأنا في نقطة كمان بعتبر إنه سليمان هو ولو عمره صغير بس بحس إنه تعب بحياته، الحياة كانت قاسية عليه، وهو بعمر صغير كتير تحمل مسؤوليات أكبر من عمره. بقى بلاقي إذا أنا بدوري وأنا وكل فريق العمل، يعني كوادر كتير بتيار المرضى، بنحس إنه مجبورين نقيم عنه هالتفاصيل الصغيرة لحتى نتركه هو يركز على الأشياء الأساسية. بقى بدورنا تفاصيل كتير من قيمة من ريحه منا، نحن منهتم فيها. بما أنك حكيت عن تيار المرضى، في شغلة كتير حلوة قريتها على الصفحة الخاصة فيك على الفيسبوك. فكرة صفحة كتير حلوة يعني ملفتة. هذا بالحقيقة بس ما أنك جبت سيرة الفيسبوك. هذه في صبية هي يلي عملت هالشي، وأنا تعرفت عليها هلأ على كريسمس. هيدا كريسمس وإذا كان الرقم وصل لرقم كتير كبير صار الكل يحكوني بالفيسبوك. بقى طلبت، يعني فت عملت اتصالاتي بقلبه وعرفت مين وتعرفت عليها. كل شيء يعني هيك عفوي كتير صار بس كبير، والحمد لله صار شيء مخصوص 13 ألف ممبر وفان.